بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الخامس الابتدائي للغات. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في المراجعة التانية، أبناؤنا في الخارج طبعا. المراجعة التانية هنا بيقول لي أول سؤال: Any line segments that joins two points on the circle is called. يعني حبيبي حبيبي وأنت بتقرأ السؤال لازما لازما تترجم كويس وتفهم كويس وتدي لنفسك فرصة في التفكير قبل ما تجاوب. يعني ما تجاوبش وبعد كده تقعد تفكر، غلط. تقرأ السؤال تفكر وتطلع الإجابة، تقرأ السؤال تفكر وتطلع الإجابة. بقول لي هنا any line segment يعني أي قطعة مستقيمة that joins two points اللي بتوصل بين النقطتين on the circle على الدائرة is called تسمى، اسمها إيه؟ تسمى إيه؟ chord. هتقول لا يا مستر ده اسمها الديامتر، اسمها الديامتر. لا، لو جه قال لك cross to the center of the circle، لو جه قال لك هتعدي من على مركز الدايرة، يعني مثلا ادي السيركل اهيت وده السنتر، عدت من عند السنتر اوف ذا سيركل وحددها لك، يبقى لازم اقول له دايمتر. اما هنا ما قالش يبقى تبقى كورد وتر. If 14 belong 5 and 2x then قيمه الاكس الفاليو بتاع الاكس هيبقى بكام؟ ال 2x ديت ما تاخدش الاكس بس الواحده، هتساوي الرقم اللي بره اللي هو ال 14. يبقى ال 2x دي هتساوي مين؟ ال 14. هتقول لنفسك 2 باي a يديك 14، 2 multiply a يديك 14، 2 by 7 يبقى الاكس كده ايكوالز ايه؟ 7. لان هنا 2x ديت معناها ان ال 2 مضروبه في الايه؟ في الاكس. طب تمام، هنا بيقول لي تعالى كده الرقم ده قال هنا approximate it to the nearest hundreds. ما دام قال لي hundreds يبقى انا هبص على ال hundreds تاني. انا لما يكون عندي رقم زي ده كده اسمه ايه ده؟ ده tenses hundreds thousands. بشوف البوينت فين؟ بشوف الارقام اللي قبلها tenses hundreds thousand. يبقى انا بقول هنا to the nearest hundred يبقى انا هبص على hundreds. ادي البوينت اهيت tenses hundreds اللي هو ال 2. ال 2 ده بقى يبص على مين؟ على ال 3. ال 2 يبص على مين؟ على ال 3. هل يا ترى ال 3 تديله من الارقام اللي تدي لها؟ لا، فال 2 هتتكتب زي ما هي وال 6 زي ما هي والبوينت والايه وال 2 والبوينت وال 2. بيقول لي هنا the probability of the sure event. ثانية واحدة كده أكبر الورقة لأن جودة الورقة ضعيفة خالص. أيوة كده صح كده، لأن هي الدنيا إيه ملخبطة كده. تمام، بيقول لي هنا the probability احتمال of the sure event يعني حدث مؤكد يبقى بدي القيمة بكام؟ ب 1. تو نمبرز ماشي، the difference between them الفرق ما بينهم 3. The smaller number is x والصغير بتاعهم x. طبعا على طول لما يجي يقول لي رقمين الفرق ما بينهم 3 او رقمين الجمع ما بينهم حاصل جمعهم يديني مثلا 3، بجيب الرقم ده الاول اللي هو 3. بيقول لي هنا difference، difference دي يعني ماينس، انا اجيب عكسها اللي هي البلس واجيب الرقم اللي هو جايبه الثاني اللي هو بيقول لي ايه x. 3 بلس ايه بلس x هي x بلس 3، هي x بلس 3. انت عارف لو كان قال لي هنا مكان كلمه difference sum، لو كان قال لي مكان كلمة difference sum ديت اجيب عكسها اللي هو الماينس. هتقولي ليه؟ مش وقته، مش وقته شرح ده. مراجعات بقى 6 و 4 difference 4 و x. هنا طبعا بشيل المتكرر من ناحيتين، بشيل المتكرر اللي هو ده وده وبشيل ده وبشيل ده. ايه اللي اتفضل هنا؟ ده اللي يهمني في الديفرنس. ايه اللي اتفضل لي هنا؟ مفيش حاجة اتفضل. يبقى ايه؟ فاي. يبقى ايه؟ فاي. طب لو قال لي مثلا ايه 3 2 difference 2 و 7، بشيل المتكرر ال 2 تروح مع ال 2 وبجيب اللي اتبقى من المجموعه الاولانيه اللي هي الفيرست ست اللي هي دي، اتفضل لي ايه 3، يبقى الناتج هيبقى 3. تمام تمام. بيقول لي هنا if the area of the rhombus is 60 سنتيمتر سكوير and the length of one its diagonals is 10 سنتيمتر then the length of the other diagonal. السؤال ده مهم جدا، السؤال ده مهم قوي، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. بيقول لي هنا ان جايب هنا الاريا بتاعت الرومبوس وجايب رقم من الدياجونالز بتاعته وعايز الدياجونال الثاني. طب هعمل ايه؟ اعمل ايه يا مستر؟ قدامك حلول كتيره. طب انا احسن حل فيهم هتجيب نص الرقم الدياجونالز ده، هتجيب نصه، نص الايه الدياجونالز. هو جاب لي هنا قطر واحد، انا عايز القطر الثاني، هو ده المساله.
هتجيب نص القطر الاولاني، نصه هاف التن يديني ايه؟ 5. يبقى يديني ايه؟ 5. ال5 ده بقى، ايوه ال5 ده، ايوه يا ابني ال5 ده ايه؟ قول 5 بقى ايه يديني 60. يعني ده بجيب نص، ده بجيب نص التن الدياجونالز، بجيب نص الدياجونال، يبقى 5 5 باي ايه يديك 60. لان انت عندك الاريا بتاع الرومبوس ايكوال هاف باي دي باي دي. الدي الاولاني جايبها ب 10، هاف ال 10 طبعا الاريا هنا جايبها ب 60، هاف ال 10 5 5 باي 8 ديك 60. الخلاصه يا مستر انا تهت منك تاني تاني، لما يجيب لك الاريا بتاعت الرومبوس وجاب لك واحد من الاقطار بتاعته وعايز القطر الثاني، هتجيب نص القطر ده، نص ال 10 5. تسال نفسك 5 في ايه يديك 60؟ قلت له يا مستر ما اعرفش، اعمل ديفايدد. بس المفروض تحفظ جدول الايه؟ ال 12، هيبقى 12. 5 في يديني 60 هيبقى الايه؟ ال 12. When throwing die once، لما ارمي حجر النرد اللي هو الزهر بتاع الطاوله وبنك الحظ ده، then the probability of getting an even number، على طول هاف، على طول هاف. جيت ازاي؟ اطلع كل الارقام الايفن اللي هي الايه؟ ال 2. طبعا انت احنا عندنا الداي، الداي في ارقام 1 2 3 4 5 و6. انا عايز الارقام الايفن، ال 2 وال 4 وال 6 كده كام رقم؟ 3 على عددهم كلهم، كلهم 6. طبعا 3 نص ال 6 فبيديني الناتج ايه؟ هاف. لما يجي يقول لك في الفاير داي probability جيتنج او جيتنج ايفن نمبر اود نمبر برايم نمبر عدد اولي نمبر less than 4 نمبر more than 3 اكبر رقم اكبر من 3 نمبر divided 2 بيبقى الاسم على الاثنين. طب لو جاء لك مثلا في الفاير داي getting ahead يعني الملك، getting tail، كل ده كل المطالب دي كلها، شوف كل ده يديني هاف. يعني لما يجي يقول لك في الفاير داي احصل على عدد زوجي، عدد اولي، عدد عدد فردي، عدد اولي، عدد اقل من الاربعه، عدد اكبر من الثلاثه، عدد يقبل اسم على الاثنين، رقم جيتنج اهيد، اهيد يعني احصل ان انا مثلا او ابيرنس اهيد، ان لما ارمي انا بقول هنا ايه ده مش الفاير ده هنا الكوين، ارمي العمله المعدنيه فيطلع لي الملك او الكتابه يديني هاف، يديني ايه؟ هاف. يبقى كل ده تكتبه ورايا. طب تمام اهوت، لو انت عايز تكتبه تمام. بقول لي هنا طبعا using the Venn diagram write in listing methods. اوكي بقول لي اكس انترسكشن واي، انترسكشن يعني بحط ايدي مكان الاكس والواي، المتكرره بين الاكس والواي. فين الاكس والواي؟ الحته اللي اتكرروا فيها. يعني لو جيت تبص هتلاقي الرقمين داخلين في بعض، صح ولا لا؟ والدايره الكبيره الاكس والدايره الصغيره الواي، فانا هجيب الدايره الصغيره عشان هي دي اللي جوه عامله زي البيضه المسلوقه. بجيب الايه؟ الحته اللي اتكرروا فيها وتقابلوا فيها اللي هي اماكن الايه؟ الواي، هيبقى الفايف والسكس. طب اليونيون، اليونيون بين الاكس والواي، هتجيب كل ارقام الاكس وتجيب كل ارقام الواي، 3 و4 و6 و8 و5، 3 و4 و6 و5 وتحطهم في 6، ما تنساش تحطهم في 6. اكس انترسكشن ديفرنس واي، الديفرنس بقى سهل قوي، ان انا اعمل ايه؟ هحط ايدي على الواي، احط ايدي على دايره الواي واجيب اللي اتفضل من ايه؟ من الاكس. احط ايدي على دايره الواي، انا يا مستر مش عارف احط ايدي، تعالى كده احط ايدي على دايره الواي، فين دايره الواي؟ اهي حطيت ايدي على دايره الواي، وهتجيب اللي اتفضل من الاكس. مين اللي اتفضل من الاكس؟ الاكس، الاكس 3 وال4، يبقى اكتب 3 وال4. طيب بقول لي هنا واي ديفرنس الاكس، احط ايدي على دايره الواي واجيب اللي في الايه؟ اللي في الاكس. اوه احط ايدي على دايره الاكس واجيب اللي في الواي، بحط ايدي على الرمز الثاني، احط ايدي على دايره الايه؟ الاكس واجيب اللي في الواي، اهي ادي دايره الاكس حتى اللي اتبقى من الواي. قلت له يا مستر ما انت مداري عليه، يبقى كده فاي، يبقى كده ايه؟ فاي. خلاص
تمام. A car covered, a car cover equals distance. السيارة بتقطع مسافات متساوية ان equals times، يعني في اوقات متساوية. والعربية دي بتمشي الرقم ده كيلومتر in one hour، في الساعة الواحدة. How many kilometers does this car covers in two and a half hours؟ العربية دي هتمشي قد ايه في خلال ساعتين ونص؟ العربية بتمشي 24.53% كيلومتر في الساعة الواحدة. طب هتمشي قد ايه في ساعتين ونص؟ يعني هنا نعمل multiply ولا نعمل divided؟ حاجة هتجيب منها كتير يا multiply، حاجة هتجيب منها او هتعمل منها كتير تبقى multiply. هتقولي ازاي يعني يا مستر؟ يعني دلوقتي انا عايز العربية بتمشي في خلال الوقت ده كذا كذا 24.53%، انا عايز اعرف هتمشي في قد ايه في ساعتين ونص، يبقى multiply. بس التو ديت هتبقى 2.5، انا اغير دي عشان اعرف اضرب. تمام؟ تقوم جاي في الجنب كده 24.53 multiply 2.5 وتطلع الايه الناتج بتاعك، وما تنساش ان البوينت بتتحط بعد ثلاث ارقام. طيب هنا بيقول لي هو از جريتر، بيقول لي هنا هو از جريتر، معنى كده ان في مسالتين. وات از جريتر ان اريا سكوير وذ دايجونالز 6 اند بارالوجرام اوف بيس اوف لينز 6 سنتيمتر اند اتس كورسبوندنج هايت 4 سنتيمتر. يبقى انت هتطلع الاريا بتاع السكوير وتطلع الاريا بتاع مين؟ الرومبوس او بارالوجرام تقريبا، نسيت بارالوجرام. يبقى انا اقول له كده الاريا بتاع السكوير، اريا اوف سكوير ايكوالز هاف باي دي، هاف باي دي باي دي، يبقى الهاف زي ما هي ملتبلاي الدي. الدايجونالز بتاعت السكوير بكام؟ قال لي يا مستر ب 6، يبقى 6 في 6 هتضرب مرتين لان الدايجونالز ار ايكوال. نص ال 6 3، 3 ملتبلاي 6 equals 18 سنتيمتر ايه باور 2. ما تنساش ديت عشان تمييز دي. اجيب الاريا بتاع مين بقى؟ باراليلوجرام equals base by height. البيس بكام والهايت بكام؟ قال لي يا سيدي ان البيس ب 6 والهايت بكام؟ ب 4. يبقى 6 multiply ايه 4، الاكس multiply 4 equals 24 سنتيمتر سكوير. طبعا كل ده في خطوات ورا بعض كده، ما ينفعش كله لازق في بعضه. طب مين الكبير كده بقى؟ يعني لسه ما عرفتش، واحد سيب مساله وتمشي كده. مين الكبير؟ طبعا ده 18 وده طبعا ده ايه 24. يبقى الكبير مين؟ باريلوجرام. او الجريتر ان اريا از باريلوجرام، جريتر ان اريا از ايه؟ باريلوجرام. طيب طيب عايز انا بقول يا مستر بقى ارسم بقى. طبعا انا شايف المساله دي سهله، الرسم سهل. Draw the triangle XYZ in which XY equals 6 cm and YZ equals 10 and ZX equals 8. طبعا اول واحد هنرسم ده الاول ولا ده ولا ده؟ اكبر واحد، اكبر ضلع ده ب 8 وده ب 10 وده ب 6. يبقى اللي هيترسم الكبير اللي هو ده YZ. تمام؟ تقوم جاب المسطره بتاعتك وتبقى قال يا مسطرتي يا جميله تعالي لي يا بطه اهوت. بقول لي هنا 10 ارسم كده من الزيرو لحد الايه؟ التن. تمام. اخلي بالي كده واجيب لي برجر كويس محترم كده، ما اجيبليش برجر اي كلام اللي هو النحاسي ده. طبعا اسمها واي زد. واكتب هنا 10 سنتيمتر. طيب بعد كده اي حاجه هترسم بقى في الـ في الـ في التراينجل لازم تكون بالايه؟ بالكومباوندز. انزل برجل. تعالى يا سيدي. قال لي هنا الاكس زد اكس واي ب 6 سنتيمتر، ب 6 سنتيمتر. اقوم ماسك البرجر اقوم حاطه هنا عند الزيرو اهوت، واقوم فاتحه عند الايه اهوت، واقوم فاتحه عند الايه 6 كده اهوت عند 6. واقوم جايب البرجر. طبعا هنا بيقول لي اكس واي، يبقى انا هقف يا اما عند الاكس يا اما عند الواي. هنا هقف عند الواي، هقف عليه كده واجيب ده ورا كده، واقوم راسم بقى الايه الايه الاركس بتاعتي كده. اوكي. وقال لي يا سيدي تعالى كده ان الاكس الزد اكس ب 8 سنتيمتر، الزد اكس ب 8 سنتيمتر. اقوم رايح تاني على المسطره واقوم جاي عند الايه عند ال 8. تمام. واقوم جايبه هنا في الناحيه التانيه، احط السن على السن واقول له ارجعوا هنا كده يا اسطي وارس. اوه ماي جاد. انا حركت بقى، تعال شويه
بس مش مشكله يعني، انت ايه هتظبطها تاني. طبعا دي مكان نقطه الانترسكت اهيت، واقوم موصلها بقى بالمسطره بتاعتي. يعني انت بقى ايه هتوصلها، انت هتعرف ترسم بقى عشان بس هتاخد وقت اهوت كده وكده. طب هتبقى ايه اكس واي زد، خلاص خلاص. طيب قال لي هنا ان ذا تايب اوف ذا تراينجل اكوردنج تو ذا ميجر اوف اتس انجل، اكوردنج تو ميجر اوف اتس انجل، هل يا ترى هيكون ايه؟ هيكون اكيوت انجل ولا هيكون رايت انجل ولا هيكون اوبتيوس انجل؟ انت شايف ايه؟ طبعا باين قوي ان هي ايه اوبتيوس، يعني الزاويه مفتوحه خالص اهي، دي مع دي هتبقى اوبتيوس ايه انجل تراينجل، اوبتيوس انجل تراينجل. التيتيود فروم، يعني ارسم الارتفاع فروم اكس تو واي زد، فروم اكس هنا تو واي زد، نزلك على طول مظبوط بالمسطره كده بالمسطره. خلاص خلاص، تعالى كده في الامتحان اللي بعديه بيقول لي هنا ذا ناتشورال او نيوترال اضافت في اليمنت هيكون الزيرو. طب والمالتيبليكيتيف اليمنت هيكون ال1، خلي بالك. ذا بروبابيلتي اوف ذا شور ايفنت، حاجه لازم تحصل ب1. بيقول لي هنا بلونج 2 3 5 اند ذا اليمنت ان ذا سيت اوف فاكتورز، اوف فاكتورز دي يا اولاد هتقابلك على فكره في الامتحان، هتجيلك. فاكتورز دي يعني جدول الضرب. يعني ايه يا مستر جدول الضرب؟ يعني هات لي كل الارقام اللي بتطلع جدول الضرب بتاع الايت. فاكتورز دي يعني على طول جدول الضرب، ما تنساش. الايت عندي يا مستر 2 باي 4 ايوه، وعندي كمان 1 باي 8 ايوه، هي دي معنى كلمه الفاكتور 2 وال 4 وال 1 وال 8. هات المتكرر بقى ما بين ده والاعداد دي. من المتكرر ال 2، يبقى هو الاجابه الايه ال 2. فاكتورز دي يعني جدول الضرب، فاكتورز دي يعني ايه جدول الضرب. بيقول هنا ذا سيركمفيرنس اوف ذا سيركل اوف دايمتر لينث از 28 سنتيمتر، عايز السيركمفيرنس اللي هي باي باي دي، سيركمفيرنس باي باي دي، سيركمفيرنس باي باي دي. الباي اهي باي باي دي، الباي ب 22 اوفر 7 ملتبلاي دي، الدي جايبها لك 28. طبعا 28 دي اصلا على 1، دي على دي ديفايد يديني 4، 4 باي 22 2 باي 4 8 و 2 باي 4 برضه ايه 8. هتقول لي يا مستر انا بستخدم الكالكوليترز وما اعرفش ايه، خلاص براحتك. If the area of a square is 6 is 64 then its perimeter. انا عايز البريمتر. المسألة زي دي تحلها من عند المطلوب. يعني هو عايز ايه؟ انا عايز البريمتر بتاع مين؟ بتاع السكوير. طب والقانون بيقول ايه؟ شوف انا بسأل نفسي ازاي؟ هو عايز ايه؟ عايز البرميتر بتاع مين؟ بتاع السكويتر، السكوير، سكويتر ايه؟ السكوير. طب هو بيقول ايه؟ سايد لينس باي 4، سايد باي 4. طب انت عندك سايد، اه يا مستر عندي 64. افهم يا حبيب قلبي، افهم افهم، هو عايز السايد باي 4. طب انت عندك السايد، ده انت عندك الاريا، الاريا انا عايز السايد لينس اللي هو طول الضلع. طب عندك الاريا، يبقى انا هجيب السايد لينس منين؟ من الاريا. طب والاريا بتقول ايه؟ سايد باي سايد، سايد في سايد مين يا حبيب؟ سايد باي سايد. الاريا بتقول ايه؟ سايد باي سايد. تاني سايد باي سايد يعني ايه؟ في ايه يديني 64؟ دي معنى الكلام، ولازم يكون الرقمين شبه بعض، خلي بالك لازم يكون الرقمين شبه بعض. ايه في ايه بيديني 64؟ 8 باي 8، هي دي بس، يبقى دي محطوطه مكان الساي، يبقى 8 باي 4 ايكوال 32. هنا في الحاجات اللي زي دي اشيل متكرر، ال 14 تروح مع ال 14 وال 2 تروح مع ال 2 تفضل ال 9، بس ايدي ناصبها. The number of altitudes of acute terrain على طول 3، ولو جه قال لك اوبتيوس 3 وجا قال لك رايت برضه 3. If y subset x، لما يجي لك الحته ديت من غير ما تكمل هتحط هنا intersection وتحط هنا union. لما يجيب لك الصيغه ديت تحط فوق الرمز الاولاني انترسكشن وتحط فوق الرمز الثاني يونيون. هنا قال لك ان اي واي يونيون اكس، اليونيون اليونيون هنا واقف على مين؟ على الاكس، يبقى الاجابه هتكون الاكس. ولو جه قال لي اكس ديفرنس واي هتبقى فاي. ماشي؟ او واي ديفرنس الاكس تقريبا، اه واي ديفرنس الاكس، ما علينا دلوقتي. يبقى اول ما يجي يقول لك واي سبسيت اكس، او ممكن يجيبها لك اكتر، اي سبسيت بي، A subset B، A subset B، A subset B، A subset B، ايوه صح تمام. احط هنا intersection احط هنا union. انا عايز الفيديو ده تتفرج عليه مره ثانيه. The next number in the pattern 5 15 25 35 45، خلاص بقى شغل الدماغ. The subtract of 2 from 3 times the number x، subtract دي يعني minus. بس خلي بالك والنبي ان قال لك هنا كلمه from،
والنبي بالله عليك خلي بالك، اللي بعد كلمة فروم بيجي الأول، اللي بعد كلمة فروم اللي هو ده 3 تايمز ذا نمبر اكس، 3 نمبر اكس اكس، طبعا ده سبتراكت يبقى ماينس، انا مش دعوه بالاختياري خالص، سبتراكت 2 ما تتاثرش بالاختياري، ده الريزلت بتاعتي. يبقى اللي بعد كلمه سبتراكت، اللي بعد كلمه فروم بيجي الاول، اللي بعد كلمه فروم بيجي الايه الاول، بيقول لي هنا ذا اريا اوف ذا سكوير اوف دياجونالز، طبعا هاف باي دي باي دي، يبقى هاف باي 10 باي 10، ده مع ده يديني 5، 5 باي 10 ايكوالز ايه؟ يدي 50. The probability of success for students 3 over 10. Then the probability of failing. بقيت ال 10 هتقول 10 minus 3. 10 minus 3 بدي 7. على طول كده. هنستكفي بالقدر ده بإذن الله، وأشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.